زينب بفقرتنا التالية والأخيرة لليوم رح نسلط الضوء على نشاط طبي إنساني ونتعرف على جمعية ونشاطات هيدي الجمعية يلي بتشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، أكيد الجمعية السورية للداء الزلاقي. لنحكي أكثر عن هيدي الجمعية ونتعرف على أهدافها وعن أهدافها ونشاطاتها بصرنا نرحب اليوم بالسيدة رانيا تمر آغا أمينة سر الجمعية السورية للداء الزلاقي، والسيدة أيضا وفاء مريش مشرفة مجموعة أيضا خالية من الجلوتين. يسعد صباحكم ويسعد صباحك. يسعد صباحكم وإن شاء الله هيك ما يكون في داء زلاقي أبدا إن شاء الله. إن شاء الله بدي أقاله علاج إن شاء الله. يسعد صباحكم. خلينا نبلش ونحكي عن الجمعية كيف تأسست وهدفها ليش إنه الداء الزلاقي. الجمعية السورية للداء الزلاقي هي جمعية فتية أنشئت حديثا بموافقة من وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حقيقة الجمعية أنشئت من واقع معاناة المرضى وآلامهم. هي تعنى بشؤون تنظيم شؤون المرضى، تلبية احتياجاتهم، تأمين متطلباتهم. خاصة الغذاء يمكن في كتير قصص بينحرموا تمام. منها. تمام. هي تعتمد أساساً الداء الزلاقي على حمية غذائية خاصة. هلا تضم الجمعية عدد من الأطباء والمصابين وناشطين بالمهتمين وناشطين بالداء الزلاقي. أهداف الجمعية حقيقة أول شيء إنه مساعدة المرضى بنفقات التشخيص، متابعتهم صحيا ليقدروا يوصلوا لحياة صحية صحيحة عن طريق أطباء، تعاون بين أطباء بين صيادلة بين مخابر. الفكرة الثانية إنه هي توعية المجتمع شو هو الداء الزلاقي. مجتمعنا ما بيعرف شو يعني داء زلاقي ابدا. بيعاني المريض انه هو بين انه هو بده يتبع حميه بين انه هو بده يقدر يفهم المجتمع. معروف بسوء الامتصاص اكثر ما هيك؟ تمام، معروف بسوء الامتصاص. حتى سوء الامتصاص يعني ما كثير بيعرفوا الاشخاص، بفكروا انه ممكن بس للاطفال. حقيقه هو بيشمل الاطفال والكبار سوا. كافه الفئات العمريه. فمهمة الجمعية هي مهمة كتير كبيرة لتقدر توصل الوعي للناس إنه مين هنن هدول الفئة، كيف يقدروا يتعاملوا مع حياتهم، كيف بنقدر نخفف من معاناتهم. نعم. بهاي الطريقة ممكن يصير عنا توعية عن المرض. حلو. مدام وفاء ذكرتي إنه هي بتشمل كافة الفئات العمرية، معناتها هي أحياناً تخلق مع الإنسان ولا لا هي مكتسبة من خلال طبيعة التو. هلا الداء الزلاقي هو مرض مناعي جيني وراثي مكتسب، ينجم عن ردة فعل الجهاز المناعي البروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير والجودار. فهو مين بينصاب فيه؟ بينصاب فيه من عنده قابلية جينية للإصابة بهذا المرض. هلا في ناس ممكن عندها أجداد آباء بس هي ما عندها قابلية جينية. حلو. فهذا يستثنى ما بينصاب، بينصاب اللي عنده قابلية جينية، لأن كتير هو بيقال وراثي 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 وراثي، بس أنا ما عندي قابلية جينية. نعم. وراثي عندي قابلية جينية، فبينصاب في اللي عنده قابلية جينية للإصابة بهذا المرض. في عنا مرحلة الأطفال الطفولة اللي هي البيبي ممكن يشفى من هذا المرض لأنه مرضه هو مبكر، وإذا كانت الحمية تمام خالية من الجلوتين بينشفى بإذن الله. والفئات العمرية المتتالية فيما بعد حمية مدى العمر ما في شفاء أبدا إلا أنه في تعافي، بس طالما تعافت الأمعاء فمعناها أنا بمرحلة الشفاء. لكن مو الشفاء يعني أنا طبط ما عاد أعمل نظام غذائي. الحمية بدها تكون مدى العمر حتى تتعافى الأمعاء ويرجع وضعي الصحي الطبيعي كأي شخص آخر بياكل قمح. تماما. طيب الدعم النفسي اللي عم تقدموه كجمعية خلينا نقول اليوم بهي الفترة. تمام. بدك تحكي عن الدعم النفسي. طيب الدعم النفسي هو جزء من العلاج بأي مرض صحيح؟ أو ممكن خليه يلتزم بالحمية طالما أنه في ممنوع وفي مسموح. صحيح. هلا في نحن كثير عنا ممنوعات وعنا مسموحات. بس عادة مريض الزلاقي بيشعر يمكن شوي بالعزلة، لاني مثلا شباب بيطلعوا مع رفقاتهم مشاوير بس ما بيقدروا ياكلوا. فبهي الحاله هون بتتم عن طريق ايجاد بيئه اجتماعيه بتهيئ لهم انهم يتعاملوا، بتهيئ لهم للشباب انهم يتضمنوا مع بعضهم، يتعاونوا مع بعضهم، يشجعوا رفيقهم اللي عنده داء زلاقي انه لا نحن مثلنا مثلك،
عرفتي كيف؟ وهذا التعامل بده يكون آمن هيك بين بعضهم. حلو. ونشر الثقافة، هاي الثقافة بتخليهم يحدوا من تزايد المرض وتطوره من الناحية المعنوية والناحية النفسية. فهون الرفقات بيلعبوا كتير أكيد. دور أكيد. بالتشجيع أكيد. في البعض بيقمع والبعض بيشجع، فنحن من النوع اللي منحب نشجع. أكيد مثل ما ذكرتي مدام وفاء، يعني رانيا أيضا خلينا نذكر نقطة معينة، هو ثقافة تقبل الآخر هي عنصر كتير هام بدعم النفسي، وخاصة لهذا المرض وغيره من الأمراض. يعني عادي إذا إنسان عامل حمية بنعتبرها مثل فترة الصيام، في أحيانا عالم ما بتصوم أحيانا بتصوم، ولكن نحن مع بعض بنتضامن مع بعض. قدمهم أنه يكون في ثقافة لتقبل الآخر. نحن بنختلف بكثير أمور ولكن بنتفق بالجوهر. تفضلي. صحيح. هلا أنه لنقدر نوصل لمجتمع هو يقدر يتقبل الآخر، لازم أنا أعرف شو عنده، لازم أشعر بشعوره. يعني مثلا هلا عم نعاني مع الامهات اللي عم يعانوا مع اطفالهم بالمدارس، انه ممكن الاطفال ما عم يقدروا يتفهموا وضع رفقاتهم، حتى المدرسات احيانا ما عم تقدر تتقبل انه هذا الطفل، او ما عم تقدر تتعاطى هي وهذا الطفل انه هذا الطفل له وضع صحي معين. تماما. لازم تراعي، ممكن اذا قال لك ما بقدر اكل هي الشغله ما تضغطي عليه، او اذا رفقاته ضيفوا. عم نسعى لنوصل لكل القطاعات لحتى نقدر نتعاون. حقيقه انك تبني جيل سوي نفسيا شيء كثير مهم. الطفل اذا ما قدر محيطه يتقبله او حسه انه هو غريب عنه، صعب ينشا يعني تبقى شخصيته ضعيفة شوي. هون بيجي دور الجمعية انه نتعاون نحن بيننا وبين الامهات، بيننا وبين معامل الاغذية، بيننا وبين القطاع التعليمي، لنقدر نتجاوز مرحلة الجهل يلي عم نعاني منها حاليا. أكيد. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بالجمعية بالتوعية والنصائح اللي عم تقدموها، وبنتمنى هيك انه وقتنا كتير قصير. نحن بس تفضل. بحب بس سلط الضوء على شغلة بسيطة. تفضل. من يومين أقمنا فعالية كورس تعليمي لتعليم الخبز والمعجنات والحلويات. نعم. وبهذا الكورس نعم تواجد الكثير من المرضى. حلو. وتواجدهم مع بعض عمل لهم طاقة إيجابية. هلا يمكن عبر كلامك هذا ونحن رح نوجه رسالة للجميع إنه هيدي الجمعية أيضا تعنى بجميع، يعني حتى الفعالية اللي ذكرتيها هلا تكون الرسالة وصلت للجميع. نحن بنعتذر إنه وقتنا قصير، ولكن حنستضيفكم بحلقات ثانية وبمساحة الله. أكبر. كل الشكر لكم. إن شاء الله. شكرا لوجودكم معنا. موفقين كمان. شكرا لكم.